الله يعطيكم العافية جميعا. بعض النقاط اللي اليوم إن شاء الله راح نحكي عنهم اللي هو Defects in Roles. احنا عارفين انه هاي عملية تصنيع واغلبها قطع ميكانيكية، واحنا قاعدين اصلا نتعامل مع معادن، وعارفين المعادن تتطلب عندي فورسز عالية للتشكيل، وبنعرف انه كل معدن زي ما اتفقنا تحت تحميل او ظرف تحميل معين في له behavior معين. ما ننسى ان الرولز اصلا المصنوعين عندي مصنوعين من ميتلز، وبالتالي البرشر اللي انت بدك تسلطه لتشكيل المشغول نفسه هو نفسه اللي راح ياثر على منظومه الرولينج اصلا. ولهذا السبب دائما لازم تكون التحمل القطعه اللي انا بدي اعمل فيها رولينج اعلى من تحمل القطعه اللي بدي اشغلها واللي هي الورك بيس نفسها. مقدار هذا اللود هو راح يتوزع مبدئيا على الرولز هم كرولينج سيستم، وعلى الورك بيس بحيث انه يشكل لي اياها حسب البعد المطلوب. وزي ما شفنا في المثال الماضي كان في عندي 1 ميجا نيوتن لود، هذا الواحد ميجا نيوتن لود صحيح مسلط على الورك بيس، ولكنه فعليا جاي من وين؟ جاي من الرولز. اذا انا فعليا لما بدي اجي اشتغل على رول معين، هي هذا عندي رول وسلطت عليه لود، وهذا اللود كان على القطعة اللي موجودة بمنتصف المسافة بين التو رولز زي ما احنا شايفين عندي هنا في هذا الديمو دروينج. القطعة موجودة بالمنتصف، الآن الرولز قاعدين بيعملوا كومبريشن، وقلنا هاي إحدى المهام التي يقوم بها الرولز. فالآن لاحظ بصير عندي نفس مبدأ 3-point bending test، إنه أنا في عندي هذولا قواعد الرول مثبتات على بيرينجز، هاي نفس الشيء هون مثبت على بيرينج، وعندي اللود جاي من الأسفل أو من الوسط. إذا شو بدي أتوقع؟ بدي أتوقع يصير عندي بيندينج على الرول نفسه. الآن أنا بالغت في الرسم شوي، ولكن من أجل إني أوصل لكم الفكرة. إذا لاحظ كيف بده يصير عندي الرول، لأنه في عندي فورس على المنتصف وعندي إسناد على الأطراف، فبتلاقي إنه الرول عندك صار فيه تشوه. هذا التشوه طبعا اذا كان اقل من البلاستيك ليميت اللي موجوده للماتيريال، اذا بدي اتوقع انه بده يكون الاستيك ديفورميشن. وبالعاده انا مش من مصلحتي انه يصير عندي بلاستيك ديفورميشن على مين؟ على الرول نفسه. لهذا السبب انا لما اولا بدي اختار ماتيريال للرول نفسه، بدي اختار ماتيريال يكون الالاستيسي تبعها عالي جدا جدا جدا، بحيث اني لا اسمح انه يصير عليهم الاستيك ديفورميشن بقدر الفورسز المطلوبه مني للتشغيل. تمام. اذا انت لما بدك تيجي تشتغل على منظومه الرولينج، وقلنا انها تعرضت الى نوع معين من انواع الفورسز وتكون القطعه بالنص بيناتهم، إذا تشوه الرول هنا اللي صار عندي شو يؤدي؟ سيؤدي إلى تشوه مين؟ إلى تشوه الورك بيس. فالورك بيس في هيك حالة ممكن أنها تطلع معي بهذا الشكل زي العين. إذا أنا كنت أتوقع أنه الكروس سكشن يكون عندي ريكتانجل بهذه الطريقة إذا كانت الرول عندي سليمة، ولكن بسبب الإلاستيك ديفور صار في عندي انبعاج، وهذا الانبعاج بسموه كراون. كراون يعني ايش؟ التاج. هاي المنطقة عندي هون بسموها كراون. تمام؟ اذا في هيك حالة احنا بنقول انه صار في عندي رول ديفليكشن، يعني هذا نوع من انواع الديفكتس اللي بيصير عندي في الرول. الان بقول لك كيف بدنا نتخطى هذا اللي بيصير عندي، هذا النوع من انواع الديفليكشن اللي موجود على الرول. يحكي لك عنا طريقتين. اول حل من الحلول اني اتخطى مشكله زي هاي انه اعمل ماشينينج لمين؟ للرول، بحيث انه اذا اتعرض الى لودنج معين وصار في عندي له عمليه ديفليكشن، انه يروح الديفليكشن هذا وين؟ في تعويض على منطقه الكامبر او الكراون اللي حكينا عنها قبل شوي. الطريقه الثانيه اللي هي بقول لك اذا صار عندك هذا الديفليكشن زي ما احنا شايفين هون في عمليه الرولينج، فانت شو بتساوي؟ بتسلط فورس من الخارج على الرول اثناء العمل. قد تستخدم رول اخر، ممكن تستخدم بيرنج بيليا، بحيث انه انت تحافظ على الرول يظل مستقيم اثناء العمل.
وهاي الخيارات هي موجودة هون. The usual methods of avoiding this problem. أي problem اللي هي الرول ديفليكشن. أول واحدة grinding أو machining the roll in such a way إنه بالطريقة اللي أنت تراها مناسبة بحيث إنك تقضي على الكامبر، والكامبر قلنا هو رأس أو الشكل القبة اللي بتكون عندي. اثنين subjecting rolls to external bending by applying moment at their bearings. يعني ممكن إنك تحط زي ما اتفقنا أحمال على منتصف الرول بحيث إنك تساعد على عملية الفلاتنينج مرة ثانية. في عنا نوع آخر من أنواع الديفكتس اللي بتصير على الرول واللي بيسموه لي إياها رول فلاتنينج. رول فلاتنينج معناها إنه يصير في عندك الرول مبسط. وأبسط مثال عليها، خلينا نأخذ مثال لما يكون في عندك أنت سيارتك واقفة صار لها فترة طويلة، هاي عجل السيارة، وتتركها فترة طويلة، بترجع عليها بتلاقيها بعد فترة انه العجل ماله مريح. طبعا هون بيكون بسبب انه انخفاض الهواء، ولكن عندنا في الرولينج لا، حالة مختلفة. ولكن خلينا نظل مركزين شوي على هاي النظرية اللي بتصير عندي هون. هسا اسمها رول فلاتنينج معناها انه الرول عندي صار عنده تبسط، وايضا هذا التبسط كلياته بصير بسبب الالاستيك ديفورميشن، يعني انه انت مجرد ما تزيل عنه اللود برجع للأوريجينال دايمينشنز، وطول ما أنت بتشتغل عليه إلا ما يصير عليه إلاستيك ديفورميشن. إذا لاحظ معي الآن، إذا بتطلع على هذا العجل بيكون عنده تماس مع الأرض على نقطة معينة، على نقطة واحدة، وهي بنسميها دائما نقطة المماس، وبالتالي السيارة بتلاقيها بتدحل وبتمشي ما شاء الله عليها بدون أي مشاكل. إن كانت على أرض مستقيمة أو على نزلة بتلاقيها بتدحل لحالها. بينما إذا كان عندك لا سمح الله بنشر في السيارة، الشوفير نفسه بصير يقول لك والله أنا حاسس السيارة مش ماشي بعزمها. إيش معناها؟ معناها إنه هو قاعد بدعسلها ولكنها مش قاعدة بتمشي. هذا بتطلب إيش من السيارة؟ بتطلب منها إنها تعطي جهد أعلى عشان تمشي. طيب ليش يا ترى؟ الكونتاكتينج إيريا بتوين الويل نفسه والشارع زادت، يعني ها لو بدي اجي اخذ لها مقطع بلاقي والله انه العجل كان على تماس مع الشارع في هذا المقطع العلوي، بينما في هاي المنطقة كان هاي هي فقط، او في هذا العجل كانت المنطقة هاي اللي هي على تواصل مع الشارع. اذا هون شو بلاحظ؟ بلاحظ انه عندي اريا اعلى. هاي الاريا اثناء المسير شو بتطلب؟ بتطلب يكون عندي coefficient of friction عالي جدا، بحيث انه راح يتطلب مني فورسز ايضا عالي جدا بحيث انه يسمح له السياره تمشي. اذا خلينا نعكس هاي العمليه اللي البنشر خلينا نسميها على العمل على الرول اثناء تعرضه لفلاتنينج. الان لاحظ معي اذا بدنا نطلع عليها بلغه الارقام، انت بيكون في عندك الرول ما شاء الله عليه اسطواني والمقطع تبعه دائري 100%، ومنكون عارفين انه الرول راديوس عندي هنا R من السنتر الى جميع النقاط الموجودة على مين؟ على المساحة، على مساحة التواصل، او على خلينا نقول محيط الدائرة. الان الشكل الطبيعي بيكون في عندي هنا زي ما اتفقنا نقطة بداية التماس ونقطة نهاية التماس، وهي سميناها ايش؟ الكونتاكت لينث. هاي سميناها الكونتاكت لينث. الآن لما أجي أخذ أنا هذا اللينف وأضربه في العرض تبع القطعة، هاي العرض تبع الرول وهاي العرض تبع القطعة بشكل عام، شو بدي يعطيني؟ بدي يعطيني إيش؟ أريا. إذن هون بدنا نسميها الأريا اللي بتكون كوريكت، اللي بدون ديفليكشن. إذن بدي أسميها أريا اللي هي اللي إحنا عادة نحسبها في القانون. الآن إذا تعرض هذا الرول إلى فورس عالي جداً اللي هو خصوصاً أثناء عملية التشكيل، شو بده يصير فيه؟ بده يصير عنده تبسط في هاي المنطقة، بحيث إنه بيصير يضغط على القطعة، وبيكون عندي الراديوس الجديد هذا لو بدي أكمله على شكل دائرة شماله بده يكون عندي أعلى بكثير من الراديوس اللي موجود للرول. إذن بهيك حالة شو منقول؟ احنا اتفقنا كل ما زاد الرول راديوس شو بده يزيد يصير بالفورس،
يتطلب مني فورسز عالية أثناء التشغيل. الآن أنت بتكون حاسب شغلك على فورس معينة في حالة الايديال لأنه الأمور ماشية تمام، بس إذا تعركست معك أثناء التشغيل زي ما احنا شايفين هون وحطينا عليها فورس، إذا راح يصير عندي تبسط. هذا التبسط اللي هو الفلاتنينج راح يؤدي إلى طلب الماكينة إلى فورسز أعلى عشان ينتج لك البرودكت حسب المطلوب، وهذا أنت قد لا يكون عندك سماحية أنك تزيد مقدار الفورس، بجوز تكسر المكبس. في هاي الحالة إحنا لازم نعمل أي أو إجراءات تصحيحية لعملية الرولينج ونقلل من الفورس المسلطة. زي ما قلنا يا إما بسخن القطعة يا إما بقلل الرول ريديس يا إما بقلل من سرعة الدوران وغيرها من العوامل اللي حكيناها المرة الماضية. تمام؟ الآن نيجي نقول نفترض انطلب مني إني أحسب قديش مقدار الريديس الجديد اللي طلع معي أثناء عملية الفلاتنينج، بدنا نسميه R برايم. R برايم شو تساوي؟ تساوي الريديس الحقيقي اللي أنا بدي أشتغل عليه في 1 زائد C، هذا عبارة عن كونستانت. F برايم الآن راح نحكي عنها عبارة عن مقدار الفورس بير يونت اريا، ومقسوم على T initial ناقص T final اللي هو سميناه الدرافت. والآن بشكل عام أنت عشان تقدر تحسب الفورس بلزمك إيش دائماً؟ الـL، مقدار الـL والـL دي اللي هو الجديد اللي هو الديفورمد خلينا نسميه يساوي الجذر التربيعي لـR prime. ليش؟ لأنه هاي الـR prime حسبناها من القانون الأول، R prime مضروب في دلتا H. الدلتا H هي عبارة عن الارتفاع الجديد. هسا احنا قلنا خلينا ناخذ الفلاتند رول بالله لانه هنا خلينا نعتبره السليم، فالسليم قلنا هون عباره عن التي نوت، وحكينا هون عندي التي فاينل. هسا لما تغيرت عندي الكونتاكتنج اريا صار في عندي هون ارتفاع اول اتش، وهنا صار عندي ارتفاع اخير اتش 2. اذا الان الفرق بيناتهم دلتا اتش مضروب في الار برايم بيعطيني ال برايم، وبقدر احسب الار برايم من هاي العلاقه اللي هي ار تساوي 1 زائد سي في اف برايم على تي نود ناقص تي فاينل. الار حكينا هي عباره عن الرول راديوس، والسي هي عباره عن كونستانت. هذا الكونستانت بيحكي لك اذا كان عندك ستيل رول، يعني الرول مصنوع من الستيل، فبدها تكون قيمته 2.3 في 10 أس ناقص 2 مليمتر تربيع على كيلو نيوتن إذا كنا بنستخدم ستيل رول، يعني هذا عبارة عن ثابت. وإذا كان عندك كاست آيرون رول بتستخدم الفاكتور التالي 4.57 في 10 قوة ناقص 2 مليمتر سكوير على الكيلو نيوتن. إذن السي هي عبارة عن كونستانت بيعبر عن طبيعة المادة، والفورس اللي هي الاف برايم هي عبارة عن الرول فورس بير يونت ويدث اللي هي بتعبر عندي عن الوحدة الكيلو نيوتن بير مليمتر. تمام. الآن شباب زي ما حكينا قبل شوي عن الديفكتس اللي ممكن يتعرض إلها الرول، أيضا عندي الماتيريال نفسها اللي بشتغل فيها أثناء عملية الرولينج أيضا قد تتعرض إلى تشوهات. طيب ايش هي هاي التشوهات اللي ممكن يتعرض لها البرودكت الورك بيس اللي انا بدي اطلعها؟ في عنا اشكال مختلفة من هاي الديفكتس. اول شكل من اشكال الديفكتس اللي هو السيرفيس ديفكتس، ومن انواعها اللي هي اول اشي السكيل. سكيل معناها تقشر، صار عليها قشور، والقشور بالعادة بتصير لما يكون في عوالق من عملية الرولينج من القطعة السابقة وتعلق على القطعة الأولى وتروح تمشي عليها وتكويها معها، وبالتالي هنا بتكون عندك سكيل اللي هي زي ما نقول قشرة. رست، الرست هو عبارة عن الصدأ، وهي على الأغلب بتصير في المعادن الحديدية إنه بصير عندي صدأ على وجه القطعة، وقد يكون هذا الصدأ ممكن بسبب اللوبريكانت المش مناسب أو بسبب التسخين على منطقة معينة وكان عليها ديرت، كان عليها أوساخ وغيرها من الأشياء. سكراتشز
يعني مثلا يكون عندك الرول عليه شوية ديفكتس، الرول نفسه بيكون مشخط، فأكيد لما بدي أجي أضغطه على القطعة نفسها بده يترك أثر لهذا التشخيط يكون موجود على الوركينج بيس، وبالتالي بترك عندي سكراتشز. جوجز، جوجز معناها فتحات، تيجي تطلع على القطعة والله تلاقي أنه صار فيها من المنتصف خسف صغير أو فتحة، وهذا بسبب طبعا اختلاف الفورسز بين الفورسز تبعت الشد والفورسز تبعت الكومبريشن، بحيث انه منطقه بتصير الشد، منطقه بتصير ترخي او تعمل كومبريشن، وبالتالي يؤدي الى ثقب القطعه او ترك فيها فجوه. البيتس، بيت معناها نقطي، نقطه، وهي قد تتكون عندي اثناء عمليه التشغيل، وخصوصا اذا كنت بتشتغل على الحامي يعني هوت رولينج. والبت ايضا ممكن انها تكون قد تتسبب بسبب الكوروجن، تيجي تطلع على القطعه وتلاقيها والله متنقري لانه منطقه صدت اكثر من منطقه اخرى، هذا ايضا نوع من انواع الكوروجن اللي قد يتم اثناء عمليه التشغيل. واخيرا وليس اخرا، عمليات الكراكينج، والكراكس هي عباره عن تشققات قد تنتج بسبب عدم كفاية الدكتيليتي اللي موجودة في الماتيريال. الآن نيجي على نوع آخر من أنواع الديفكتس بسموه structural defects، وفيها إن شاء الله مننهي محاضرتنا structural defects. إذن عندي نوعين من أنواع الديفكتس اللي بيكونوا موجودين في الرول ماتيريال، يا إما surface defects وهي السكيل والرست وscratches gouges pitches bits وcracks، وعندي structural defects اللي هي عبارة عن أولا wavy edges. ويفي ايدجز زي ما احنا شايفين هنا اللي هو بشكل A هيو وهيو A، تيجي على الحواف وتجد انها ايش، الايدجز عبارة عن ويفي ايدجز، وهاي بالعادة الويفي ايدجز زي ما احنا شايفين ممكن انه يصير عندي تفسيرها العلمي، يعني واي ليش بتصير هاي بالضبط، لانه بحكي لك صار في عندك ستريننج. ستريننج معناها انفعال موجود وين، على السنترال ريجن، هايها موجودة هنا from expanding freely in the longitudinal rolling direction، يعني صار في عندك سترين بالوسط بسبب الاكسبانشن. اذا بتتذكروا حكينا في عندي ظاهرة نسميها spreading، فبتلاقي عندك الماتيريال صارت تزيد على الاطراف ايضا، تمام، وهذا اللي سبب لي الويفي ايدجز. النوع الستركتشرال ديفكت الاخر بسموه زيبر كراكس. زيبر اللي هو عباره عن ايش، اللي هو السحاب زي ما احنا شايفين هنا في الفيجر بي، وهذا قلنا ايضا ينتج عندي بسبب الفرق بالفورسز، بيكون عندك فورسز انضغاطيه اللي هي كومبريشن فورسز، وبكون عندك تنشن فورسز اللي هي الفورسز تبعت السحب. فأثناء عملية الرولينج تجد أنه بعض الأجزاء قاعدة بتشد وبعض الأجزاء قاعدة إيش؟ بيصير عليها كومبريشن بهذا الشكل. الآن هاي المنطقة بدها تسحب وهاي المنطقة من هون بيصير عليها كومبريشن، إذا هاي بتشد بهذا الاتجاه، خلينا هاي بتشد بهذا الاتجاه وهذا بتشد بهذا الاتجاه، إذا بالنهاية شو بيطلع معانا؟ بيطلع معانا زبر شيب. إذن الآن بنقول زبر كراكس هي عبارة عن كراكس بتؤدي إلى الفرق بين التنشن والكومبريشن فورسز اللي موجودة عندي. الإدج كراكس، وزي ما اتفقنا في السيرفيس ديفكتس إنه الكراكس نتجت عندي بسبب قلة الدكتيليتي، أيضا الإدج كراكس معناها إنه أنت بتيجي بتطلع على القطعة اللي أنت قاعد تنتج فيها بتلاقي إنه والله على الأطراف في كراكس زي ما احنا شايفين هون، وهذا كلياته بقول لك usually result from poor ductility of material، تمام. وهنا بالعادة ممكن انك تشيلهم by cutting، يعني بتمسك السكينة وبتقص هذا الطرف كله كامل بتخلص منه، وبتخلص من هذا الطرف بتحصل على منتصف نظيف. واحد الديفكتس اللي ممكن تنتج عندي من structural defects اللي هي ايش، crocodiling. لاحظ انه القطع عندي زي اللي كأنه فتحت ثمها. احنا اتفقنا انه بالعادة بيصير عندي اول اشي اثناء عملية الرولينج انه في عندي فريكشن، وهذا الفريكشنال فورسز قد يؤدي الى ايش، الى عملية ستيكينج،
انه يصير عندك ستيكينج بين قطعه العمل والرول نفسه. ففي عندي انا رول علوي رول سفلي، جبت القطعه تبعتي وقاعد بشتغل عليها، فجاه صار في عندي فريكشنال فورسز عالي جدا هون، فبالتالي شو بصير في المعدن؟ بده يلتصق فيها. ونيجي على الفريكشنال فورسز على الرول الثاني نجد انها عالي ايضا، وبالتالي بصير عندك مبدا الكروكودايلينج. طبعا هي عمليه معقده جدا، وعلى الاغلب بتصير عندي لما يكون عندي ستيكينج عالي شباب. اذا انا بتوقع انه هاي يصير عندي اكثر في الهوت وركينج، لكن لا يعني انها لا تحدث على الكولد وركينج. طبعا اذا كان في عندك اي ديفكت في القطعه اثناء عمليه التشكيل مثلا، وقلنا في عندي هون فريكشنال فورسز، ايضا راح تؤدي الى عمليه الكروكودايلينج بسبب انه الديفكت اللي موجود عندي في هاي المنطقه.